بمناسبة مرور عام على انتصار حلب، عنا كتير فعاليات عم نشهدها بهالأيام الجميلة على حلب سلمى. أكيد زينب، بما أنه نحن متواجدين بساحة سعد الله الجابري اللي راح تشهد اليوم بتمام الساعة 12:00 ظهرا حفل فني كبير، وبمناسبة هذا الشيء نحن رح نرصد أكثر هذا المجال ونرصد حركة الفن بحلب خلال سنوات الحرب مع ضيفنا الأستاذ عبد الحليم حريري نقيب الفنانين في حلب وأيضا المنظم للمهرجان اليوم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح حلب المنتصرة. صباح حلب المنتصرة، صباح المشاهدين الكرام، صباح كل من صمت في هالمدينة لتبقى سوريا حرة أبية. اكيد يسعد صباحك عن جديد. خلينا نحكي، يعني نحن موجودين بالساحة وعم نشوف التحضيرات، عم نشوف الزينة، كثير من الناس يعني إذا ما بلشت الفعالية وكثير من الناس عم يتجمعوا حوالينا حتى فعلا يشاركوا بهذا الفعالية. خلينا نحكي عنها أكثر، عن التحضيرات شو بتتضمن؟ هلا نحن لازم نعرف إن اللي ما عاش ألم حلب الخمس سنوات الماضية ما بعرف شو معناته انتصار اليوم، شو فرحة اليوم. اللي إحنا عشنا حلب وما خرجنا منها خلال السنوات الأزمة والحرب الكونية عليها وعلى سوريا، ولذلك أهالي حلب بانتظار لحظة فرح. نحن اليوم عم نحاول بهذا جميلة بخلاصنا من رجس الإرهاب ورجس الظلام، عم نحاول نبدي إحساسنا الحقيقي بفرحتنا ببقاء سوريا حرة أبية متماسكة، بجيش قوي، بقائد قوي، بمؤسسات مستمرة. هالفرحة لو تشوفيها بعيون الحلبية، لو تعرفي أنا كمية التليفونات اللي اتصلوا فيني لينزلوا على الساحة اليوم. نحن شفناها على فكرة مع كل ضيف ومع كل حدا عم نلتقي فيه بحلب، عم نشوف بعيونه لمعة النصر والفرح، يمكن ممزوجة بشوية ألم من فقدان أكيد. أي حدا، لكن دائما النصر له طعم مختلف. أكيد. هلا نحن اليوم لذلك أنا قلت وبرجع بقولها، نحن ما جايين نفرح الناس، نحن جايين نفرح نحن. صحيح. نحن اليوم رح نعمل حفل فنانين حلب، رح يكونوا كلهم متواجدين من أكبر فنان لأصغر فنان، رح تشوفوهم بالساحة اليوم. وكلاتنا فرحانين بإني وصلنا لهذا اليوم. نحن قبل سنة ويوم يمكن كان هذا أمل، كان حلم إني نفرح هالفرحة هاي، والحمد لله الله نورنا إياها بفضل سواعد الجيش الأقوياء والشهداء اللي نحن منجلهم ونحترمهم ونتذكر على طول بالخير، مدعي لهم إن شاء الله الله يتقبل الشهداء في جناته. نعم نعم أستاذ عبد الحليم، يعني مثل ما قلت مجموعة كتير كبيرة من الفنانين رح يشاركوا اليوم، وحضرتك نقيب الفنانين تحكي لنا ولو هيك سريعا عن أهم النشاطات والفعاليات اللي حرصتوا أنها تكون موجودة رغم الحرب، ما وقفت النشاطات الثقافية بحلب. أنا بحب أقول إن بالعكس نحن بالحرب كثفنا النشاطات تماما، لأن كان عندنا هدف. الحرب ما كانت حرب بس فقط على الحجر وعلى حرب ثقافة بالبداية، كانت حرب لهدم بنيتنا الثقافية، لهدم تاريخنا، لهدم تراثنا. نحن مثل ما كان جندي بالمعركة عم بيقاتل هؤلاء الإرهابيين الظالمين اللي حملوا سلاح، نحن كنا عم نقاتل اللي حملوا الفكر الظلامي، الفكر اللي كان عم بحاول يمحي تاريخ، يمحي حضارة. فنحن في حلب استطعنا الحمد لله بفضل تكاتف كافة الجهات من أكبر مسؤول إلى أصغر عامل في هذه المدينة أن نتكاتف لنصمد لمدة خمس سنوات، ونحن كنا في لحظات ما يمكن على قاب قوسين أو أدنى من أن يموت أي واحد فينا. يعني كنا ننزل من بيوتنا ونحن رايحين بس ما نقدر نرجع، لأني ما بتعرف إما تنزل قصيفة وين. لذلك بس كان عنا إصرار اللي ما نغادر ونصر أن هي أرضنا، نحن إذا ما هلا متمسكنا بأرضنا متى نتمسك فيها بعدين؟ فبناء عليه أخذنا قرار لازم نكثف نشاطاتنا. نحن في عام 2014 عملنا مهرجانين وللشباب، نحن طبعا كان في كل شيء متوقف تقريبا، والشباب تعرفوا شو بيكون يعني فراغ قاتل. فعملنا مهرجان مسرحي للشباب طبعا كله بالتعاون مع ثقافة حلب. ثقافة حلب كانت مع نقاط فنانين صنوان، يعني كان كل نشاطاتنا كنا نعملها سوا، وهالتكاتف هو اللي خلق شيء. عملنا مهرجان مسرحي للشباب كان رائع جدا، الحضور كان مميز، يعني كان اللي برا حتى من جوا والقذائف حوالينا. يعني تتخيلي مثلا 500 شخص داخل المسرح، حوالي 200 او 300 شخص خارجه والقذائف عم تنزل حوالينا. بعده مباشره خلال شهرين او 3 شهور عملنا مهرجان الافلام القصيره اللي صوروها شباب حلب بكاميرات الموبايلات محموله او كاميرات صغيره، وقدرنا نعمل 45 فيلم قصير عن معاناه حلب، وكان كمان الحضور متميز وكان مستوى التنظيم عالي. هلا هذا كله يضاف له كمان حفلات اللي عملناها بالتشارك مع وزارة الثقافة
مع دار الاسد، الهيئه العامه لدار الاسد الثقافه والفنون. عملنا عده احتفاليات ضخمه، منها يوم الثقافه المقاومه اللي كان من اهم الايام اللي عملناها في حلب. عملنا يوم المولد النبوي، عملناه السنه الماضيه والسنه هاي. واذا بدي احكي كثير عن نشاطات قد ما حكيت، لاقيها نشاطات متعدده بكافه المناحي، وكل هذا برجع بقول بالتعاون مع وزاره الثقافه، وزاره الاعلام. حتى في شغله ثانيه، صرنا نطلع حلبي قدروا ناخذ بالشهر حفل في دار الاوبرا، كانوا الفنانين حلب يروحوا لدار الاوبرا ليقولوا حلب موجوده. كنا كل شهر في دار الاوبرا في حفل لفنان حلبي قصيد ساكن في حلب متمسك في ارض حلب. اكيد كان لهم وجود دائم بالشام وبكل المحافظات، مشاركات فعلا الموهوبين الحلبيين والفنانين الحلبيين. نحن بدنا نتشكرك كمان على وجودك معنا، واكيد موفقين اليوم بهي الفعاليه الكبيره اللي كلنا مثل ما قلت عم نتشارك هي الفرحه الكبيره. شكرا لوجودك معنا، موفقين. شكرا لكم، شكرا لكل مشاهدينا. شكرا لك استاذ عبد الحليم.